وهذا الذي سوف نفهمه في سورة الأعراف. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. ركز، هؤلاء الرجال اللي هم الملائكة الذين يقولون لأهل الجنة سلام عليكم طيبتم، الذين سيقولون لأهل الإيمان فوق في الأعراف فوق كأن عرف الديك فوق يقولون ادخلوا الجنة، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار هم يخاطبونهم، أهؤلاء الذين زعمتم أن لن ينالهم الله برحمة؟ هل اللي ما ينالوا الرحمة؟ أنتم اللي تنالوا الرحمة. وركز، الرجال بعد ذلك سكت الله عنهم ولم يتكلم عنهم في الآية، لأن ليس مصيرهم الجنة أو النار، الرجال فوق. ركز، من الذي يقول سلام عليكم للمؤمنين الصالحين في أرض المحشر؟ أهل الكبائر أو أهل السيئات أو الذين عندهم حسنات وسيئات؟ الملائكة. اقرأ القرآن جيدا، من الذي يقول سلام عليكم؟ الملائكة. الملائكة هم الذين يخاطبون. من الذي يقول لأهل الجنة ادخلوا الجنة؟ أهل الكبائر المعاصي اللي يقولوا عنهم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، يقول لك لا، قوم تساوت حسنات وسيئاتهم، هم يقولوا للأنبياء السلام عليكم. اللي تساوت حسناتهم وسيئاتهم عندهم سيئات يعني كبائر معاصي، يصلون ويشربون الخمر مثلا تساوت حسناتهم، لأن شيء صلاة كانت قوية بمقدار شرب الخمر مثلا. فهمت؟ يعني يقولون للملائكة للأنبياء وللرسل وللصالحين وللأتقياء والشهداء سلام عليكم، احنا فوق انتم تحت ادخلوا الجنة. الملائكة هم الذين يقولون ذلك. ركز جيدا، لما تقرأ القرآن، لما تقرأ القرآن بمفهوم فلان ليس بمفهوم القرآن يمكن أن تحول الآيات. يعني الله سبحانه وتعالى يخاطبنا الآن، تقرأ القرآن بنفسك بعقلك الذي أعطاك ليس بالجمجمة فقط بدون العقل، يعني على قول أبي حنيفة. المهم تقرأ القرآن، انظر إلى سياق الآيات، الله يتكلم عن فريقين فقط، ولذلك يقول أصحاب النار لأصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء. أين الفريق الثالث اللي تساوت حسنات وسيئاتهم؟ ما شيء. إذن هذا القول باطل ليس بصحيح. فهؤلاء الرجال من؟ ليسوا ذكورا، أنا ما قلت ذكر، ركز، ليسوا بذكور يوصف على أنهم رجال. نعم الآيات كثيرة، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. رجال رجال ليس ذكور ذكور. وهل يمكن للنساء أن يعذن برجال من الجن؟ ويدخلنا في سياق هذه الآية، لأن الرجال هنا ليس الرجال يعني ذكور، وليس أنه كان ذكور من الإنس يعوذون بذكور من الجن، يشمل الرجل والمرأة في هذه الآية. ركز، فالآن الذين على الأعراف رجال رجال فوق ينظرون يعرفون كلا بسيماهم، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. من الذين يعرفونهم بسيماهم فيأخذونهم من نواصيهم وأقدامهم؟ من الذين تساوت حسناتهم سيئاتهم؟ الملائكة. ركز، الملائكة هم الذين يأخذون، هؤلاء يعرفون كلا بسيماهم، ولذلك الرجال فوق الأعراف يعرفون كلا بسيماهم، كلا بسيماهم، ولهم ألا تساوت حسناتهم سيئاتهم، يعني ما فيهم سيما وهيش. ركز، ولذلك لما نستمع فقط إلى القنوات والفضائيات والإخباريات والإعلاميات ووسائل الاتصال هكذا
في الواتساب والفيسبوك والتويتر، فقط يستمعون ويتلقفون، يقع في المزلق وفي المزالق وفي المخاطر بدون أن يفهم. نعم، لو قال قائل لكن الله قال خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، هذا نفس قصة صاحب المقص. عارف صاحب المقص يجي يقص الآيات من النصف هكذا، ويل للمصلين، يقصها من هنا ومن هنا، يقولون تفضل الله قال ويل للمصلين ولا ما قال؟ هذا هو اللي يقول خلطوا عملا صالحا، كل آية من قبل وآخرون اعترفوا بذنوبهم، يعني رجعوا وتابوا لأنهم خلطوا عملا. هذه في سورة الخلط أو في سورة الإصرار؟ هذه الآية، هذه الآية في سورة الإصرار أو في سورة الخلط؟ هذه في سورة التوبة، ليس في سورة خلطوا. هذه الآية جاءت في سورة التوبة لأجل بيان أنه عليكم أن تتوبوا، فمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا فيذهب إلى سورة التوبة لأجل أن يتوب. فهم؟ أي نعم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، وشوف أي إنسان لم يعترف بذنبه في الدنيا والله سوف يعترف في الأرض المحشر ولكن بعد فوات الأوان. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، انتهى. اللي ما يعترف هنا بذنبه ويتوب سوف يتوب في أرض المحشر ولكن بعد فوات الأوان.